السين 5.7 اللي هو ملتبلاي ملتي ديجيت فاكتورز فلنتلي. اوكي، اللي هو كيف نسوي ملتبلاي تو ديجيت. تو ديجيت يعني قلت لكم رقمين مع مجموعة ارقام، اما ثلاث ارقام او اربعة ارقام، المهم تو ديجيت تو نمبرز. راح استخدم انا في هذا الدرس اللي هي الالوان. اوكي، انتبهوا معاي. مثال راح احله معاكم هنا على الورقة. السؤال الأول 2165 بسوي له multiply 34. في البداية راح استخدم اللون الأحمر. دائما أبدأ بالونس اللي هي الفور. فور multiply 5 20، راح أحط 0 والتو أب. فور multiply 6 24 plus 4 26، راح أحط 6 والتو أب. 4 multiply 1 4 و plus 2 راح يعطينا 6. 4 multiply 2 8. انا انتهيت من ال 4 اللي هي ال 1s. الحين راح ابدا بال 3. ال 3 موجوده في ال 10s، فقبل لا ابدا احل ال 10s، انتبهوا معاي، قبل لا ابدا احل ال 10s لازم احط 0. مهم جدا 10s احطه على طول 0. 3 multiply 5 15، أحطي 5 1 up. 3 multiply 6 18 plus 1 19، أحطي 9 1 up. 3 multiply 1 3 plus 1 4. 3 multiply 2 6. الحين بنسوي adding بلون ثاني بعد عشان ما تتلخبطوا. يلا بلوني 0 plus 0 0 6 plus 5 راح يعطينا 11. سوري 11 1 1 up. 1 plus 6 7 و 7 plus 9 يعطينا 16، راح احط 6 1 up. هني 9 plus 4 راح يعطينا 13، نحطي 1 up. وهني 7. هذه الانسر، سوري بس اوضح، هذا هو الانسر حق السؤال الاول. يلا ناخذ من الاسئله الموجوده هنا. طبعا هذه الاسئله كلها فراح اخذ انا، مش كلها راح احلها وياكم، راح احل بعض الاسئله معاكم والباقي راح اعطيكم بس الانسر. فمثلا عندنا السؤال الاول اللي هو 327 multiply 15. نبدأ أول شيء باللون الأحمر. قلت دائما أبدأ في الوانس اللي هي الفايف. فايف ملتبلاي سفن 35، راح أحطي الفايف والثري أب. فايف ملتبلاي تو 10 بلس 3 13، راح أحطي ون أب. فايف ملتبلاي 3 15 و 15 بلس 1 16. خلصت اللون الأحمر، أبدأ اللون الأزرق. خلصنا من الوانس. لما أبدي بالتنس قلت لكم لازم نحطه 0. 1 multiply 7 7. 1 multiply 2 2. 1 multiply 3 3. الحين نسوي adding. 5 plus 0 5. 3 plus 7 10، ونحط ال 1 up. 7 7 plus 2 9. 1 plus 3 4. بهذه الطريقة، وأنا استخدمت الألوان بتكون أسهل عليكم في الحل. يلا ناخذ بعد المسألة الثانية، المسألة نمبر 2 اللي هي 2682 و35. يلا ننتبه. أول شيء باللون الأحمر نمسك الوانس الفايف. 5 multiply 2 10، أحط 0 والون أب. 5 multiply 8 40 و plus 1 41، فحط ال 1 وال 4 up. 5 multiply 6 30 و 30 plus 4 راح يعطينا 34، راح احط ال 4 وال 3 up. 5 multiply 2 10 10 و plus 3 راح يعطينا 13. خلصت من ال 1s. كنا يوم نبدأ بال 10s لازم نحط أول شيء 0. 3 multiply 2 6. 3
3 multiply 8 24 راح احط 4 والتو اب 3 multiply 6 18 و 18 plus 2 20 حط الزيرو 2 up 3 multiply 2 6 و 6 plus 2 8 يلا الحين نسوي plus 0 plus 0 0 1 plus 6 7 4 plus 4 8 3 plus 0 3 and 1 plus 8 9 كيف هذه الطريقة وأنا استخدمت الألوان عشان تبين لكم الخطوات هذه للأنسر بس ننتبه هذا السؤال الأول هني هذا السؤال الثاني لاحظوا هني الثالث والخامس والسابع هني عندنا الرابع والسادس والثامن سؤال نمبر 9 و 10 هذه للأنسر مالهم لاحظوا عندنا هني كلمة pair day هي معناتها multiply فنحفظ هذه الكلمات اللي تنبهنا ان المسألة عبارة عن multiply الصفحة اللي بعدها لاحظوا السؤال number 11 و 12 عبارة عن 3 digit مع 1 digit اللي هو الدرس السادس هني 3 digit لاحظوا pair night يعني multiply each day معناتها multiply هذه الكلمات نبهني ان هي multiply هذه حل المسألة الأولى وهذه حل المسألة الثانية. بهالطريقة انتهينا من الوحدة الخامسة.